هنا القواعد لتسمية الألكانات والسايكلو ألكانات. أولا لنجد أطول سلسلة ونسميها، إذا لنقوم بهذا نرى هنا أن أطول سلسلة كربون لهذا المثال لديها 5 كربونات، وهو ما يعرف بالبنتان بنتان. والخطوة الثانية هي ترقيم السلسلة لإعطاء التفرعات أقل رقم ممكن، ويمكن ترقيم هذه السلسلة من اليسار، ويمكن ترقيمها من اليمين إذا رقمناها من اليسار سيكون هذا التفرع رقم 2، وإذا رقمناها من اليمين هذا التفرع سيكون لديه الرقم 4. إذا الترقيم من اليسار لهذا المثال هو الطريقة الصحيحة لعمله، ومن ثم تحديد وتسمية التفرعات وهي الخطوة الثالثة، حيث نعلم أن هذه مجموعة مثل، وهذه المجموعة من المثل نجدها على الكربون الثاني. إذا سأكتب 2 مثل بنتان، 2 مثل بنتان، وهذه التسمية صحيحة لهذا الجزيء. لا داعي للقلق بشأن الخطوة الرابعة، لأن لدينا فقط تفرع واحد، وعندما نرى عدة تفرعات سنفكر بالترتيب الأبجدي. إذا 2 مثل بنتان هي تسمية صحيحة لهذا الجزيء، ومن هذا الاسم يجب أن نكون قادرين على رسم الصيغة البنائية. لنقوم بمثال آخر هنا، إذا باتباع الخطوات السابقة سنجد أطول سلسلة ونسميها، إذا لدينا 1 2 3 4 5 6، إذا هذا سيكون هكسان لأطول سلسلة. ترقيم السلسلة لإعطاء التفرع أقل عدد ممكن، مرة أخرى يمكن الترقيم من اليمين أو اليسار، وفي هذه الحالة الترقيم من اليسار سيعطي التفرع أقل رقم ممكن. ما هي التفرعات؟ لدينا هنا مجموعتين مثل هذه المرة، إذا يجب استخدام البادئة. لدينا مجموعتين مثل، إذا سأسمي هذا داي مثل، داي مثل، إذا داي مثل هكسان، ومجموعات المثل هذه تخرج من الكربون الثاني، لذا سأكتب 2.2 داي مثل هكسان. لذا عندما يكون لدينا بادئات سنستخدم داي لإثنان ثنائي، وتراي لثلاثة ثلاثي، ونستخدم تترا لأربعة رباعي، وبنتا لخمسة خماسي، وهكسا سداسي. هكسا سداسي. حسنا، لنقوم بمثال آخر للتسمية لنفحص هذا الجزيء. نجد أطول سلسلة كربون، إذا لنرى هذا سيكون 1 2 3 4 5 6 7، وسنسميه إذا 7، سيكون هبتان، سيكون هبتان. إذا لدينا هبتان هنا. الترقيم لإعطاء تفرع أقل رقم ممكن، الخيارات أن نبدأ من اليسار أو نبدأ من اليمين. هذه المرة من المنطقي أكثر لنبدأ من اليمين، لأن هذا يعطي لأول تفرع عدد 2، وهو أقل من إذا بدأنا من اليسار. إذا 1 2 3 4 5 6 7، إذا هذا هبتان. ومن ثم تحديد التفرعات وتسميتهم، هذه الخطوة الثالثة. إذا هذه مجموعة مثل خارجة من الكربون الثاني، وهنا مجموعة إثل تخرج من الكربون الرابع، وأي منها يأتي أولا، مجموعة الإثل أو مجموعة المثل؟ الخطوة الرابعة تنص على الترتيب الأبجدي، نقوم بالترتيب الأبجدي. إذا حسب الترتيب الأبجدي سنضع الإثل قبل المثل. مجموعة الإثل تخرج من الكربون الرابع، إذا 4 إثل، ومجموعة المثل خارجة من الكربون الثاني 2 مثل، إذا 2 مثل، إذا يمكن كتابتها هكذا. إذا هذا 4 إثل 2 مثل هبتان، وهذه التسمية الرسمية أيوباك لهذا الجزيء. حسنا، ماذا عن شيء كهذا؟ هذا أكثر تعقيدا. لنفحص أطول سلسلة كربون وكم عدد الكربونات في تلك السلسلة. حسنا، وهذا سيكون 8، هذه نفس الصيغة البنائية. إذا كلا هذه ستكون أوكتان، أوكتان. ترقيم سلسلة الكربون لإعطاء تفرعات أقل رقم ممكن. حسنا، إذا رقمنا من اليسار سيكون لدينا واحد تفرع لعدد 2، وإذا رقمنا من اليمين سيكون لدينا تفرع لعدد 2. إذا غير واضح أي منهما سيكون الطريقة الصحيحة نبدأ بها. إذا لنرقمهم جميعا، 1 2 3 4 5 6 7 8، وإذا سرنا بهذا الشكل 1 2 3 3 4 5 6 7 8. إذا لنسمي كلا هذين ونرى على ماذا سنحصل، ما هي نوع التفرعات لدينا. على اليسار لنرى
كم عدد مجموعات المثل؟ المجموع الكلي هو 5 مجموعات مثل، وهذا سيكون بنتا مثل، لذا خماسي مثل أو أوكتان، وواضح أن كلاهما خماسي مثل أوكتان، نفس الصيغة البنائية هنا، لذا خماسي مثل أوكتان، بنتا مثل أوكتان. أين مجموعات المثل هذه؟ على اليسار هم عند 2، 3، 3، 7، 7. إذا 2، 3، 3، 7، 7، بنت مثل أوكتان. من اليمين مجموعات المثل عند 2، عند 2، 2، 6، 6، و7. إذا سأكتب هذا هنا، 2، 2، 6، 6، 7، بنت مثل أوكتان. إذا أريد إعطاء التفرعات أقل عدد ممكن، لكن شاهدنا من قبل أن أول رقم 2 في مقابل 2 هو تعادل، إذا هذا لا يجدي نفعا، وما سنفعله هو أن نسير للرقم التالي. إذا لدينا 3 هنا ولدينا 8 هنا، إذا سنأخذ دائما أقل عدد ممكن للتفرعات، وبما أن 2 أقل، هو عدد أقل من 3، هذه عمليا التسمية الصحيحة أيوباك لهذا الجزيء، 2 2 6 6 7، بنت مثل أوكتان، وهذه تسمى النقطة الأولى من قاعدة الاختلاف. نريد إعطاء التفرع أقل عدد ممكن، لكن هناك تعادل في أول رقمين، لذا نذهب للرقم الثاني ونقارن بين هذه الأرقام، وإذا كان هناك أيضا تعادل نذهب للرقم الثالث وهكذا. وفي هذه الحالة النقطة الأولى للاختلاف جاءت في الرقم الثاني، لنفحص سايكلو الكان، لنفحص سايكلو الكان. هنا لدينا سايكلو الكان وسنسميه بنفس الطريقة التي نسمي بها السلسلة المستقيمة. أولا نجد أطول سلسلة كربون، وفي هذه الحالة هي في حلقة، إذا هناك 6 كربونات في حلقة، وهو ما يعرف بسايكلو هيكسان، إذا هذا هو الاسم الأصلي، إذا سايكلو هيكسان هو الاسم الأصلي. ترقيم الحلقة لإعطاء التفرع أقل عدد ممكن. حسنا، نعلم أن هذه مجموعة إيثل، نريد ترقيم الحلقة لإعطاء هذا التفرع أقل عدد ممكن، وواضح أن هذا رقم واحد، إذا بأي طريقة سنسية، طريق سنسية لا يهم في هذا المثال، لأنه سيكون نفس الشيء، سيكون نفس الشيء، 1 2 3 4 5 6 7، لأن هذا تفرع من 6 كربونات، إيثل تخرج من الكربون الأول، إذا يمكن تسمية هذا 1 إيثل سايكلوهيكسان، أو يمكن ترك الواحد ونقول إيثل سايكلوهيكسان، والذي يتضمن أن مجموعة الإيثل تخرج من الكربون الأول هنا، لذا هكذا نسمي السايكلو ألكان. لننظر إلى أمثلة سايكلو ألكان أكثر تعقيدا. الآن لدينا، يمكن رؤية أن هذا هو سايكلو هيكسان، هذا الاسم الأساسي هنا، إذا هذا سيكون سايكلو هيكسان، سأكتب هذا سايكلو هيكسان، ومن ثم سنرقم لنعطي التفرع أقل رقم ممكن، لذا أي واحد من هذه الكربونات سيكون رقم واحد، يمكن جعل هذا الكربون، أو يمكن جعل هذا الكربون رقم واحد. حسنا، أولا نبحث عن قاعدة الاختلاف، إذا جعلنا الكربون أعلى رقم واحد، هذا سيعطينا 2 رقمهم واحد، وإذا جعلت هذا الكربون أسفل هنا رقم واحد، لدينا تفرع واحد يخرج من الكربون الأول. أول نقطة في قاعدة الاختلاف تقول أنه لا يمكن أن يكون هذا الكربون رقم واحد، هذا الكربون الرقم الأول رقم واحد، يجب أن يكون هذا الكربون أعلى هنا. وكيف يمكن ترقيم الحلقة لدينا؟ حسنا، يمكن أن نسير بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 6، أو يمكن السير بالعكس، حيث هذا رقم 1 2 3 4 5 6، أي طريقة هي الصحيحة. حسنا، إذا فكرنا في التفرعات، هذه ستكون مجموعة إيثل تخرج من الكربون الثالث، وهذه مجموعة إيثل تخرج من الكربون الخامس، إذا الهيكل في اليسار سيكون الطريقة الصحيحة لترقيم الحلقة، لأنه يعطي التفرعات أقل رقم ممكن. الآن سنسمي هذا، لننظر إلى كل التفرعات، لدينا هذا هنا مجموعتين مثل تخرج من الكربون واحد، إذا هي داي مثل، ولدينا مجموعة إيثل تخرج من الكربون الثالث. وإذا فكرنا من ناحية ترتيب الأبجدية، سأضع مجموعة الإيثل أولا، إذا لدينا 3 إيثل، 3 إيثل وواحد واحد داي أو ثنائي مثل، سيكون هيكسان كالاسم الرسمي، وأحيانا الطلاب يرتبكون
فكروا في سايكلو هيكسان، طبعا فكروا في الاسم الأصلي، حيث حرف ام يأتي بعد حرف الإي في الإنجليزية. طبعا الداي لا نهتم بها لأنها بادئات، إذا لا يكون الترتيب من كلمة داي. نقارن فقط بين الإثل والمثل، وهذا سيعطينا 3 إثل، 1 1 داي مثل سايكلوهيكسان للتسمية الصحيحة الأيوباك. لنفحص مثال آخر، حسنا ماذا سنفعل مع هذا؟ ماذا سنفعل مع هذا المثال؟ أول شيء نحدد أطول سلسلة كربون لنعرف أي نوع من سايكلو ألكان هي. هنا لدينا 5 كربونات، 5 كربونات ستكون إذن سايكلو بنتان، سايكلو بنتان. إذن كلاهما سيكون بنتان، سايكلو بنتان، سايكلو بنتان. هنا بما أنهم نفس الجزيء، حسنا أي منهما رقم واحد؟ يمكن جعل هذا رقم واحد وهنا اثنان، أو يمكن عمل هذا رقم واحد وهذا رقم اثنان. إذا لنسمي كلاهما ومن ثم نرى أي منهم الصحيح. على اليسار لدينا واحد إثل، حسنا واحد إثل، اثنان مثل سايكلو بنتان. وعلى اليمين لدينا اثنان إثل، واحد مثل سايكلو بنتان. والسؤال، أي منهما التسمية الصحيحة؟ أيوباك. أولا نقطة قاعدة الاختلاف لن تجدي نفعا، لأنه لدينا هنا واحد اثنان والأخرى ونفس الشيء في المقابل، لذا لا يوجد نقطة اختلاف. وإذا لم تجدي نقطة الاختلاف نفعا، عندها سنستخدم قاعدة الأبجدية ونقول أي منهم سيكون الأول. هل هو الإثل أو المثل الذي سيكون رقم واحد؟ إذا لم تجدي نقطة الاختلاف نفعا، عندها نستخدم قاعدة الأبجدية. إذا حرف الإي بالإنجليزية يأتي قبل الإم، لذا الإثل يأتي أولا، ولهذا ستكون هذه التسمية الصحيحة أيوباك لهذا الجزيء. حسنا نفحص مثال آخر هنا. إذا كيف سنسمي هذا؟ لديه شكل غريب. لنرى كم عدد الكربونات في أطول سلسلة. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لذا هناك 7 كربونات في السلسلة. كم عدد الكربونات في جزء السايكلو؟ هناك واحد اثنان ثلاثة، إذا هناك كربونات أكثر في السلسلة المستقيمة للألكان، أكثر مما هي في السايكلو ألكان، ولهذا سأسميه كالألكان، كالألكان. وهنا 7 كربونات، لذا سيكون هذا هبتان، هبتان. ولدينا السايكلو ألكان كمجموعة ألكل، لذا لو لم تكن مجموعة ألكل كنت سأسميها سايكلوبروبان، ونتخلص من آن المقطع آن، لأنه الآن هو ألكل ويسمى سايكلوبروبيل. إذا لدينا مجموعة سايكلوبروبيل، مجموعة سايكلوبروبيل، سايكلوبروبيل تخرج من الهبتان. لنرى أي كربون هل هو هذا، لنرقمه بواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا لدينا مجموعة سايكلو بروبيل تخرج من الكربون الرابع، إذا هو 4 سايكلو بروبيل هبتان. إذا عندما يكون لدينا كربونات أكثر في السلسلة أكثر مما في الحلقة، نسميه كمجموعة سايكلو الكل، ومن ثم الألكان. لنذكر أنفسنا في المثال هنا، حيث كان لدينا 6 كربونات في السايكلو الكان واثنان في الالكل. في تلك الحاله او في هذه الحاله نسميه بالكل سايكلو هكسان، واذا كان هناك تعادل فان التعادل يعني سايكلو الكان، سايكلو الكان. لذا لو كان لدينا 6 كربونات في الاثنين فنسميه جزيء الكل سايكلو هكسان.